الاختتام تاع مهرجان صفاقس الدولي، وحبيناه باعتبار انه يوافق ليل 27، حبينا انه تكون فيه الجانب اجتماعي وخيري. مش هذه اول تجربه في المهرجان انه نقوم بالعمليات هذه. كنا سبق وقمنا بالاطفال، عملنا تظاهره يعني كرمنا فيها العديد من الأطفال من الأحياء الفقيرة من بطرية وربط إلى آخره، وقمنا لهم تظاهرات خاصة بهم وسميناها تحت شعار ونصيبي من الثقافة والترفيه. كذلك في المهرجان والمندوبية، لأنه مثلا قريبا من بعضها، أنه في هل في الأيامات هذوما وزعنا تحت إشراف وزارة الثقافة مجموعة من يعني الأموال على بعض الفنانين الموعوزين حتى ندخل البسمة على شفاههم في هذا الشهر الفضيل. واليوم خيرنا أنه تكون الاختتام تحت شعار لعبة لكل طفل. علاش لعبة لكل طفل؟ حبينا الاختتام والحفلة اللي هي حفلة كبيرة اللي هي بتاع ممدوح بحري يكون الدخول لها مش بالمال، يكون بلعبة. والمجموعة اللعب اللي موجودة ورايا بدأت هذه يعني بداية أول الغيث. انت جيت هنا قبل ساعة من العرض، أول الغيث قطر وإن شاء الله ينهمر وإن شاء الله تكثر، حتى لأنه نجم نوزعها على المراكز الأطفال وعلى المستشفى اللي فيه الأطفال المرضى، وكذلك الاسواس أطفال، وكذلك بعض الأحياء الفقيرة، حتى أنه نوزع اللعب هذوما على الأطفال هذوما ويعيشوا هما كما أطفالنا أحنا يعيشوا فرحة العيد، كما أحنا أولادنا عايشين وعندهم اللعب نتاعهم. الأطفال هذوما يلزم يكون عندهم اللعب نتاعهم، إذا كان مستواهم الاجتماعي ما يخولهمش باش يكون عندهم أطفال، أحنا موجودين باش نعاونوهم وباش ناخذ بيدهم، لأنهم نتاعنا ومنا وابناء المدينة نتاعنا، ومدينتنا يلزم تكون للناس الكل مش كان لينا احنا وحدنا. بارك الله فيك. بحري في حفل اختتام مهرجان صفاقس، مساء الخير. في ليلة المحبة، في ليلة المحبة في المركز الثقافي محمد الجاموسي، نهار الجمعة 26 أوت 2011، وجود مع أصدقائي وحيدة تريكي على العود. إيوا، ونحب نقول نشكر ديجا الكل اللي ساهموا في المهرجان هذا، وفرحان ياسر بالمشاركة المهرجان وحفلة الاختتام ليلة المحبة اللي هي فكرة جميلة جدا، وإن شاء الله تتعود وتكون معناها حفلات وسهرات كمن هذه في المستقبل القريب إن شاء الله. بارك الله فيك. أكيد تريكي ابن جهة عازف موسيقي بمستوى عالي يشارك في اختتام مهرجان صفاقس مع ممدوح البحري. والله سعيد جدا، كانت الاستضافة من صديق منذ الطفولة من ممدوح البحري، دينا مع بعضنا الموسيقى، قال لي عندي بعض معزوفات موسيقية تعزفها معايا، كنت سعيد جدا بوجودي مع هذه الفرقة. كما أشكر هيئة المهرجان على المنوعات، معنا برشا سهرات كانت شيقة بحقيقة في مهرجان صفاقس.